أما هلأ سلمى، خلينا ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم وإلى هاجس. أغلب الحوامل كتار من النساء بيضل عندهم تخوف دائم إنه يرجع جسمهم مثل ما كان قبل الحمل والولادة، واليوم مع تطور التقنيات والعمليات أصبح هناك عمليات لشد البطن للعودة كما كان. أكيد نور، بعد الولادة بيتعرض جلد البطن إلى الترهل التشقق، شو هو الوقت المناسب لإجراء هي العملية؟ هل من مضاعفات ممكن تظهر بالمستقبل؟ نصائح أخرى هي محاور فقرتنا لليوم مع دكتورة راني خاجو، أخصائي بالجراحة التجميلية. يسعد صباحك دكتور، صباح أهلا الخير، يا وسهلا أهلا فيك. وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير. بالبداية يمكن خلينا نعرف مشاهدينا شو هي عملية شد البطن. بالحقيقة مثل ما ذكرتي حضرتك هو هاجس عند كل السيدات تماما هذا الموضوع، بعد ما يطمن الواحد على صحتهم ويطمن على صحة الجنين. يمكن وهلأ صار هاجس كتير كبير، يمكن مع تطور التكنولوجيا والميديا، وبتحس صحيح. يعني تتفرج على التلفزيون عرضات الأزياء بترجع المرأة بالبيت تقول بدي جسمي يرجع بتذكر مثل ما دائما كان. انه لازم يكون مثل قبل الزواج او صح قبل الحمل. اكيد هذا الموضوع كثير مهم، بيدخل في عده عوامل. نحن اذا ما نحكي عن موضوع شد البطن، هو يعني في عده امور بتدخل ضمن شد البطن. اول ما ببلش الحمل وخصوصا خلال الاشهر الاولى، ما كثير بتكون السيده منتبهه لموضوع انه لازم بلش انا وقايه بكير مشان ما يصير عندي اي ترهل كثير بعدين، او يصير تشققات تفزرات حمليه كمان. هذا موضوع كثير مهم. دائما نحن بنقول انه بدايه بعد الشهر الثالث للرابع لازم تكون الوقايه مبلشه من هذا الوضع، من هذا المستوى اللي هو ان كان على مستوى الكريمات الموضعيه، ان كان على مستوى حتى زيت الزيتون، ندهن البطن بموضوع بزيت الزيتون، اللي كان موضوع الكريمات الخاصه للتشققات والتفزرات الحمليه. لما ببلش البطن على الاشهر الاخيره من الحمل يكبر ويتوسع، هذا كله عم يعمل شد على الجلد، وبالاضافه لانه عم يصير جفاف للجلد. هذا الشد والجفاف للجلد وكبر حجم البطن خصوصا بمنطقة تحت السرة عم يعملنا هذا الترهل الجلدي. بالإضافة للترهل الجلدي، عضلات البطن عم تصير ضعيفة نتيجة كبر حجم الرحم، عم يصير عندي ضعف بعضلات البطن، كمان عم يصير عندي مستوى ضعف كبير من العضلات مرافق مع ترهل الجلد، كله عم يأثر ما بعد الولادة. بتيجي السيدة ما بعد الولادة طمنت على صحة البيبي، طمنت على صحتها، إجا عند الموضوع الأهم اللي هو الهاجس مثل ما حكينا، موضوع أنه أنا كيف بدي أحاول أتخلص من هذا الترهل الموجود. بيجيك دائما سؤال مرافق انه دكتور انا ما حاعمل هلا العمليه لحتى اخلص كل ولاداتي، لانه في دائما هيك مقوله ما بعرف ليش اشاعه كبيره انه خلص بعد ما اعمل شد بطن ما عاد اقدر اجيب ولاد. لا، الحقيقه هي ما مو هيك الموضوع، عباره عن انه لازم بس تستنى حوالي السنه ليرجع تمدد البطن طبيعي بعد العمليه، بامكانها بعدين تحمل وتجيب ولاد. موضوع شد البطن، هلا اذا دخلنا بتفصيل موضوع شد البطن، هو دائما عندنا نحن الترهل الموجود من السره وتحت، هذا كلياته بعملية شد البطن حيروح عنا. الجلد الزايد اللي ضمن هالمنطقة كلياته حيروح. بالإضافة بنقدر نعمل عملية ترميم لعضلات البطن بأثناء العملية. يعني بنحاول نرجع عضلات البطن لوضعها الطبيعي، وبعدين نعمل عملية شد البطن لحتى يرجع البطن إلى درجة ما يكون مثل قبل الزواج أو إنه مثل قبل الحمل الأول. طيب هون دكتور، يمكن بعض النساء تسأل هل هي العملية بتتناسب مع كل السيدات مثلا، أو هل مثلا في طرق مختلفة متنوعة لإجراء هي العملية؟ يعني بعض استفسارات أو مخاوف بتكون طبيعية يعني. صحيح. اي عمل تجميلي بالمجمل اكثر شيء السيدات، نحن عم نحكي طبعا هو في سيدات ورجال، بس كونه موضوعنا مختص تقريبا ضمن السيدات عم نحكي عن الموضوع، بيشوفوا الناحيه الايجابيه منه. لا، انا بقول لازم نشوف نحن ناحيتين، الناحيه الايجابيه والناحيه السلبيه. دائما لما بنشوف انه الناحيه الايجابيه عم تتجاوز ال 70% فانا بعمل ريسك وبروح عليه لانه عندي الايجابيات اكثر. صحيح انه كل حاله لها وضعها الخاص، كل حاله لدراستها الخاصه، حسب حجم الحوض، حجم الحوض بيلعب كثير اهميه كبيره بعمليه شد البطن. الموضوع الاهم اللي دائما بركز عليه انا بالعيادات انه موضوع ندبه البطن. بدنا نتاقلم مع ندبه البطن، بدنا نشوف نمط الجلد، اذا حيكون نمط الجلد من النوع الجيد اللي ممكن الندبه ما تكون ظاهره كثير، ولا لا ممكن تترك ندبه ضخاميه من الا لبعدين. كثير مهم نحن نشرح للسيده هذا، ما ترجع السيده تقول بعدين دكتور انا هذا الموضوع ما كنت بعرفه او ما كنت مشيت هالخطوه لاني ما بعرف هي الفكره. فلازم هي تطلع على كل الايجابيات والسلبيات، تاخذ وقتها بالتفكير، ما يكون الفكر عاطفي، يعني كيف؟ ما يكون لانه انا بدي اعمل شو ما كان لحتى ارجع مثل ما كنت، لا، اخذ الموضوع شوي بعقلانيه، حط ميزان الايجابيات والسلبيات مع بعضهم، وإذا رجحت كفة الإيجابيات وقدرت استوعبت الموضوع بروح على العملية. في نقطة دكتور كتير مهمة ذكرتها، هي عودة عضلات البطن مثل ما كانت يعني أثناء عملية شد البطن. في كتير من الحالات عند الامرأة يعني تكون حامل بالتوأم 2 أو 3 بصير فرط بالعضلات، قديش ممكن هي فعلا عضلات
خلال العملية ترجع مثل ما كان، يعني عم يعانوا منها كثير من صحيح. النساء. صحيح. الحقيقه نحن بنسميها تباعد مستقيمتين، انا ما حادخل بالتفصيل العلمي تماما، بس بموضوع انه عضلات البطن اسمهم مستقيمات، يعني هن وضعهم الطبيعي يكون شكلهم مستقيم. فاثناء الحمل عم يتحول هالشكل المستقيم للشكل المغزل، يعني شكل بومبي عم يكون. بالحمول الكبيره اللي سواء كان توأم او سواء كان حجم، احيانا بيكون حجم بالبطن كبير، يعني جنين وحيد لكن في حجم في بطن في زياده كبيره، بالاضافه بيكون ضعف بالعضلات سابق. يعني الصبية قبل الزواج ما كتير عندها حركة رياضة، بعد ما تزوجت التهت بالبيت، ما عم تعمل رياضة، تمارين معدة، عمل عندي ضعف بالأساس بعضلات البطن. إجاني بالإضافة عامل أنه حجم البطن كبير، عمل ترهل كبير بالعضلات، صار شيء اسمه تباعد مستقيمتين. يعني هالعضلتين تبعدوا كتير عن بعضهم. الترميم، بنجي لموضوع الترميم أثناء العملية. أثناء العملية ممكن نحن نقول يعني كنتيجة واقعية نكون تقريبا ل 80% ل 80% ترجع العضلات بوضع. بقدر هيك نوه على موضوع حضرتك كمان، انه مهم جدا انه نحن الفتره الاولى باول 6 شهور بيكون قوه البطن على الخيوط الموجوده اثناء العمليه، لبين ما تتليف هالخيوط بعد 6 شهور ثاني بتصير ترجع طبيعي. بمعنى لازم كمان تنتبه على موضوع انه اول 6 شهور ما يكون في عندها ضغط كثير على البطن، لانه لسه العمليه ببدايتها، قوه العمليه عم تكون على الخيوط الموجوده، لازم تتحمل شوية، ما شيل حمول كتيرة، ما شيل الغراض، انتبه، ارجع شوي شوي على الرياضة لحتى ما تقطع أول 6 شهور تقدر ترجع لحياتها الطبيعية بشكل جيد. طيب دكتور، كمان بعض الأسئلة المتكررة اللي بنشوفها أو بنسمعها عن عملية شد البطن، أنه هل هي بتساهم بإنقاص الوزن ولا هي بس مجرد نحت وتجميل للمرأة؟ بالهدف الأساسي أكيد هو الشكل الخارجي، دائما نحن عم نشتغل على الشكل الخارجي بطريقه غير مباشره، اكيد بينزل الوزن لكن مو هالنزول الحاد، يعني مو مثل عمليات البداني اللي بيكون الهدف الاساسي فيها انه نحن ننقص الوزن، لا، هون نحن عم نشتغل على الشكل الخارجي للجسم تجميلي تماما. بالاضافه ممكن يكون في عندي نقص لحد 4-5 كيلو حسب كل سيده، 7 كيلو 4-5 كيلو لما تقولهم لسيده حامل ولدت جديد، ال 4-5 كيلو من الهواء راحوا، فكتير منيح. صحيح. يعني صحيح. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الندبه اللي تحدثت عنه، هي كمان نقطه كثير مهمه للنساء اللي عم يحضرونا اليوم. فعلا قديش ممكن الجلد بيلعب دور بانه الندبه ما تعلم كثير، ممكن يكون كمان اجراء العمليه بيشد البطن مكانه كمان بيلعب دور؟ صحيح. هلا حنحكي عن نقطتين، النقطة الأولى مثل ما ذكرتي حضرتك الندبة اللي هي بيلعب فيها عدة عوامل، العامل الأول التكنيك اللي عم يستخدمه الجراح، طريقة شغل الجراح بيلعب دور بالندبة. هو في تقنية بتكون حرارية أو في بدون لا بدون بالمجمل يعني ما بعرف ايه بدون خياطة مثل ما بيقولوا، يعني الخيط مو اللي هي نحن بنقول خياطة داخلية، لكن العوام بيعرفوها انه ما في، يعني انه بهم انه ما يكون في خيط غير ما في بس اخر الجرح، حتى لا حتى ما في اي خيوط. طريقة اذا بدنا ناخذها حسب ترتيب الأهمية صراحة، هو نوع الجلد الدرجة الأولى، نوع الجلد، أنماط الجلد مختلفة عند البشر. يمكن الشرق الأوسط احنا بنمتاز بانه يمكن جلدنا اقوى من له علاقه حسب الندبه وجدره ما يشكل عوامل الالياف المرنه الموجوده بالجلد هي اللي بتلعب دور الاكبر. منطقتنا نحن حتى اذا نحكي على سوريا فيها خليط كبير، يعني نحن منطقه سوريا فيها خليط كبير، فما بتقدري تعتبري انه نحن عم ناخذ حيز منفصل من الشعوب، لا، لانه جذور العالم الموجوده بتختلف لعده مصهوره بسله واحده اللي هي سوريا الكبرى، يعني سوريا الكبرى الموحده. الفكرة الأساسية أنه نحن العامل الأول مثل ما حكينا هو نمط الجلد عند السيدة بيلعب دور، طريقة الجراح بالشغل بتلعب دور، الشد على الجلد بيلعب دور اللي هو بيعمل نقص تروية إذا كان في شد كتير على الجلد، بيهمني كتير يكون في دم جيد بالندبة لحتى ما تصير ندبة سيئة. الإضافة الثانية اللي كنت ذكرت أنه النقطة الثانية اللي بحكي فيها أنه الخواصر، في كتير سيدات بيكون همهم الأساسي أنه أنا في عندي ترهل جلد شايفته، لكن بس يروح ترهل جلد بتنتبه أنه في عندها خواصر ظاهرين صاروا منظرهم عاطي، البطن ممسوح الى درجه ما بس الخواصر عاطين منظر مو حلو، فدائما بقترح عليه انه حتى يكون في شفط للخواصر اثناء العمليه لحتى ياخذ تناسق الحوض من جديد. نحن بنقول له تناسق الساعه الرمليه، مبدا الساعه الرمليه اللي عم يجي من فوق عريض وعم ينزل على الخصر الضيق، هذا ضروري يكون موجود. وهي الخواصر اساسا ما بتكون موجوده يعني اثناء الحمل يمكن تظهر يعني هلا الخواصر نحن عم نحكي عم تعبي شحم صفت عم تعبي عم تخزن شحوم الخواصر، فهي طريقه الشفط هي عم تكون. لا بالاضافه ممكن نعمل
شد للخواصر بتوسيع ندوة الجرح شوي. يمكن دكتور حكيت على شغلة ببداية حديثنا وقلت أنه هي العملية يعني هي معنا بالنهاية سحرية، في عوامل كتير صحيح. بتلعب دور، يمكن النظام الغذائي للمرأة، الرياضة، قديش ممكن هي تكون فعلا معتمدة على نفسها بشكل صح وفي تنسيق بينها وبين الطبيب. خلينا نحكي عن هي العوامل اللي هي تسمى عوامل نجاح العملية، العوامل الأخرى اللي ممكن المرأة نفسها تعملها لحتى يمشي الحال. أنا بعتبر العامل الأساسي لنجاح العملية أنه المرأة أو السيدة تكون عم تنظر نظرة واقعية للعملية. كيف نظرة واقعية؟ دائما بحس أنه بيجوني على العيادات أو بيراجعوا المشافي عم يشوفوا مثلا سيدة أو زميلتهم أو صديقتهم عاملة شد بطن وعم يشوفوها غابت 6 شهور أو 4 شهور أو 3 شهور ورجع بطنها كتير بيجنن وندبتها كتير حلوة، بس هني ما سألوا حالهم هالثلاث شهور كيف عانت لحتى وصلت لهم. طبعا. فدائما الفكرة أنه هي قبل وبعد، قبل هيك بعد هيك. لا، العامل الأساسي مثل ما ذكرنا أنه نتقبل الواقع العملي، في عندي حالة وزمة بعد العملية، في عندي زراء بده يكون، في عندي معاناة أول أسبوع أسبوعين حسب كل عملية، طبعا المعاناة حسب كبر العملية قديش حجمها قديش خطورتها كله هذا بيلعب دور. فالعامل الأساسي أنه نشرح للسيدة أنه إذا كانت هي نظرتها غير واقعية، لا، العامل الأساسي نشرح لها قديش حيكون استفادتها وشو المراحل اللي حتمر فيها، لانه بعد العمليه بتبلش تحس انه في وجع، في زراء، في هذا كله لازم تكون هي عرفانته مشان تتقبله بسلاسه. النقطه الثانيه هي ثقه السيده بالجراح، وهو موضوع كثير مهم. وليش عم اقول مهم؟ لانه عم لاحظ حاليا انه السوق التجميلي يعني ببعض المحلات اخذ سوق تجاري. صحيح، وهي نقطه كثير مهمه. صح. ليش عم نسالك مثلا عن ندبه البطن؟ لانه هي معترف عليها عند كل الدكاتره، عتنية البطن هي ندبه بحيث ما تكون ظاهره، تتفاجأ في كثير من السيدات. صح. لا، يا هي بتكون اعلى يا بتكون هي منخفضه اكثر، ما كثير بتكون دقيقه. يعني هون بيلعب دور مثل ما قلت الثقه بالجراح، لانه ممكن يعمل لك انه العمليه هي كثير طبيعيه وسهله، يكون في خطا من قبل الجراح. صحيح. يعني هي يمكن على ميل اللي مع المراه بتفرق يعني معها. حتى نفسيا بتفرق معها كثير. بكثير احيانا بيكونوا مفتكرين انه نحن موضوع شد البطن حتكون ندبتها على خط القيصريه مثلا. نحن كلياتنا بنعرف انه خط القيصريه ندبته قصيره، لكن لا، اكيد هي ندبه بتمتد اكثر من خط القيصريه. فكمان هذا الموضوع مثل ما ذكرتي حضرتك عم يكون مفاجئ اذا ما كان من البدايه محضره ومعرفاني كيف حدود العمليه، كيف حتكون حدود الشق، اكيد حيعمل عنده عدم ثقه. واللي هو صاير بجزء، نحن ما حنعمم، لكن صاير بجزء انه السوق التجميلي التجاري عم يكون خطر بهذا الموضوع. انه نحن حنعمل شغله كثير ممتازه كثير كذا، بتتفاجئ السيده بعدها انه هي وقعت، ما بدي اقول بفخ، لكن وقعت بمشكله مثلا انا مفروض ارجع لدوامي بعد 10 ايام، بتفاجئ لا، انه انا بدي نقاها شهر او شهر ونص. يعني ما انا محطوطه بصوره الجو تماما. فلا، مثل ما ذكرنا حتى ومكان الجرح يعني ممكن بيفرق معها على ميل، على نص سنتي او طبعاً. على صحيح، لانه كمان الجرح بيختلف حسب حوض السيده، كل ما كان الحوض اكبر كل ما كانت الندبه حتكون اكبر. فهذا الموضوع صحيح مثل ما ذكرتي حضرتك كثير مهم. النقطه الاهم بالموضوع انه نحن ما لنا عم نشتغل مريضه، نحن عم نشتغل حاله تجميليه، بمعنى انه كثير عن التفصيل هو المهم، تفصيل الندبه كثير مهم. احيانا بالعمليات الاسعافيه التفصيل مو مهم، المهم صحة المريض والحال، حياة المريض. تمام. نحن هون ما في شيء مهدد للحياة، نحن عم نشتغل موضوع تجميلي، ممكن يكون الشخص جاي بس مشان الندبة، يعني الموضوع الأهم له الندبة، ما هو موضوع ثاني وهو موضوع رئيسي عند الشخص. طيب دكتور راني، كمان يمكن بمجتمعنا بشكل عام نحن بنعاني من شيء اسمه الطبيب الجار أو الطبيب الصديق أو الهي، فخلينا نحكي يمكن شوية معلومات لكل الناس أنه كل حالة هي مختلفة عن الثاني. يعني مثل ما قلت بالبداية في أنماط للجلد، يعني ممكن اللي بيتناسب مع نور غير اللي بيتناسب مع سلمى غير بيتناسب مع فلانة. نحكي عن هاي يمكن النصائح أو التحليلات أو الشيء اللي أنتم بتتبعوه بشكل عام لكل شخص لحتى يكون بيعرف بالنهاية حالته بشكل كامل. نحن دائما مثل ما ذكرنا السيدة إذا بدها تيجي تعمل عملية شد بطن، شو بهمها تكون تعرف إذا كانت، يعني نتوقع أنه ندبتها حتكون جيدة أو عمليتها تكون جيدة. مثل ما ذكرنا موضوع حجم الحوض بيلعب دور، نحن كل ما كان الحوض أكبر كل ما كان حتكون لتعرف السيدة الندبة حتكون أكبر. موضوع الوراثي بالندب، مثلا إذا كان عندها عماتها أو خالاتها أو أهلها في عندهم ندب ضخامية أو جدرات، فهذا وارد يكون كمان عندها موجود. فهي بدها تتهيأ أو نحن نهيأ أنه احتمال يكون عندك ندبة ضخامية ما بعد العملية كونه في عندك عامل وراثي بهالموضوع. الموضوع الثاني موضوع فقر الدم، وهو موضوع كتير مهم. كتير سيدات بعد الحمل كتير بيعانوا بنقص الحديد أو فقر الدم، كمان هذا مؤثر على العملية، ممكن كمان لازم تعرف أنه ممكن تحتاج نقل دم في حال اضطر الموضوع أو كان الخضاب قليل، ممكن تحتاج لنقل دم.
وفقر الدم كمان بيأثر على موضوع كونه دخلنا بموضوع الندبة بشكل تفصيل، لأنه مثل ما ذكرنا بشد البطن هو موضوع مهم. فقر الدم كمان بيعمل لي ندبة بسبب نقص التروية، بسبب نقص التروية صحيح. تدخين عامل كتير مهم، وكتير مهم جدا تحديدا بشد البطن. النيكوتين بيعمل لي كتير تقبض للأوعية وبيعمل نقص تروية على الأوعية، فالسيدة اللي بتدخن كتير بدها تعرف كمان أنه هي مؤهبة ل ندبة ضخامية سيئة. نعم، يعني دكتور بنتمنى إن شاء الله يكون كل السيدات يلي مقبلين حاليا على فترة ولادة أو يلي حابين يخضعوا لهذه العملية أخذوا بعض المعلومات مفيدة. شكرا لوجودك معنا دكتور رانيا. شكرا لك. شكرا لك دكتور. شكرا.